ايش هذا؟ شفتوه؟ شيء كثير غريب. يعني طوله بس خايف يطلع شيء هيك. ايش هذا؟ ايش هذا؟ ايش هذا؟ مرحبا يا جماعة، أنا وأنا وأنا كمان وصلنا على المدينة. هلا بدنا نودي شناتي. وصلنا دبي، وصلنا على مطار دبي واخيرا كلنا مسطلين نعس وتعب. سام اصلا مش معبر قلب تعبوزي يا اخوان. طبعا هون ممنوع ولا حتى هالقد تشيلوا كمامه لانه حنتخالف. الحمد لله يعني مصاري الرحله مكفي شباب. الان بنستنى بالمطار عشان نروح على وين؟ جزر المالدي. يما 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 يما. واو واو يا يعني هاي طياره واللي كنا فيها طياره. شو عادتك طياره ثانيه؟ شو هذا؟ فخامه مخامه طلعه احلى من تلفزيون داري. كم من ساعة نوصل المالديف؟ 4 ساعات و10 دقائق بس؟ يا لا عاديات هذول. يلا ليتس جو جماعة. وصلنا مطار مالديف. عمر طبعا ما قدر يلحق يغير واحمد عم بيوقع. شو شعورك وانت عم بتسيح؟ اشترينا سم كاردان. اترك مجال، اترك مجال للرجل. عن جد يعني شو هذا؟ احكي يا احمد. مش مشكلة خلص انا زعلت. خلص الله بي. حتى انت زعلت وانا اروح انا شباب. وصلنا هلا بدنا نطلع بهدول عشان نوصل الجزيرة. مش عارفة إذا صوتي عالي أو لا. كلنا عن اللي صار. والله في شيء، كنا مبسوطين أمورنا تمام وسام ضيع الدرون اللي شاريها من 10 دقائق. ساعات اجلس لحالي اقعد فيها افكر اتذكر اشياء كثيرة. لا تروح على المالديف حرامية وبقول لك الكاميرات شغالة وما عم فيش شغال. شو فهمت والله يا عمر؟ فكرت بحكيش انجليزي اصلا. والله العظيم فكر بحكي بلغته. راح نهبط على المي. واخيرا وصلنا الجذر. الجذر؟ ممكن افهم ليش ما حكيت لي يا اخوان. لسه بدنا نفوت على هون عشان نوصل للايلاند اللي بدنا نوصل عليه. اخوان اخيرا وصلنا الجزر. جزر؟ او ماي جاد. كنت بمزح على فكره، مبين اني بمزح. جماعه طلعوا ما احلى العربيات هون. ايوه هيك العربيات ولا زي عربيات الفنادق؟ ما بنفع معنا، احنا بالمالديف كل شيء مختلف كل شيء. طيب يا جماعه وصلنا الغرف وطبعا شكلي يعني ما بدي افرجك اياه بس اعتقد انه كثير مبين يعني مش ضروري بدي افرجيكم الغرف. جاهزين؟ 1 2 لا اكسكيوز مي اي كلوز ذا دور اون ماي سيلف. ام سوري. يا الله خبا ام سوري. ميرسي بكو. المهم نحن نرجع لموضوعنا. افرجيكم الغرفة. 1 2 3 طش في المي واموري لوز. هلا بدي افرجيكم الاشي الاكبر، الاشي اللي حتنهبلوا لانه انا انهبلت بس شفته. الحمام. طلعوا حمام طبيعي كله تمام. هون في عنا مغسله والمراي، بس اللي انتم مش شايفينه انه انا برا. حمامي وكل شيء برا. طبعا اكيد امن الموضوع وما حدا بيشوفني يا جماعه اكيد. طبعا ما خلصنا. لا 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 لا، بس تيجي هون على اللفه في عنا تخت وبرضه عنا جاكوزي. مش قادره اوصف لكم شعوري بالحمام. خلص. Good morning YouTube. جماعة أنا الآن راح أكل أفطر. كلهم نايمين، ما حد بده يقوم. ناقصني أنا. شو شايفيننا بالأردن تصحوا لي ساعة 12 وحدة؟ يي إحنا بالمالديف تصحوا ساعة 10 ونص يعني. طبعاً جماعة اليوم عندنا كتير أكتيفيتيز حلوة لطيفة. قولي ما أحلى الغابات. جماعة أنا وأحمد لقينا صدفة صح؟ ما بعرف شو بتسمي. يا جماعة حاسين إنه فيها لؤلؤة. إشي بصار يا إخوان. فيها لؤلؤة يمكن أو إشي زيك، بس مش قادرين نفتحها من هون. كنت حابة أحتفظ فيها فراح نكسرها. جماعة حاولنا نفتحها من هون بس مش راضي فبدنا نكسرها للأسف الشديد. يا رب يطلع لنا لؤلؤة.
كيف؟ اوكي انا كسرتها يعني. ما للاسف الشديد ما كانش في صدف. ما كانش في لؤلؤ قصدي. بس كسرناها يعني. طيب يا جماعه هلا رح نعمل انا وابو الويس. ابو الويس كيفك؟ شو اخبارك؟ هلا هلا بدنا نعمل تحدي انا ووسام وهم رح يكونوا الاحكام. الحكام الحكام يا جماعه. حكام وسام احكي لنا شو التحدي. طبعا زي ما انتم شايفين المحيط وسيع جدا. ايوه. وانا ورشدة حننزل تحت حنطول كل واحد ثلاث اشياء من تحت. صدفه كلب ماشي ايوه اي شيء معنا تحت نطوله والحكام حيقيموا مين احلى قطعه. طبعا بما ان انا مولود في البحر. يا الله يا قرش انت. حقضيها تحت. انا بجيب البحر معي وهم. ايوه اصحابي باي ذا واي يعني. لا مش اصحابي يعني. ماشي. المهم فهلا احنا حكام. لا احنا يمين لانه شوي يمين شوي. ممنوع ممنوع ممنوع. المهم فهلا رح ننزل بالمي وكمان جبنا جو بروز عشان نصور لكم لقطات تحت بالمي. يلا جاهزين؟ جاهزين. ليتس جو. يلا ابو الويس حركي. طيب انا هسه بنشروح. يلا يا سلام. يا صياد هاي كان فيها لول يعني الها 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 تاريخ. دور على كان اشي. يلا إذا طلتها هاي عبارة عن ثلاثة. والله والله ما بدأ. لا خلاص هدور. بس هاي جد عبارة عن ثلاثة. راح أحاول بكل طاقتي إني أطولها. يلا يا وسام والله راح أطولها. قلبت. كلام ولا اويستر ولا صدفة يا جماعة. صدفة ما والله ما بعرف اسمها. وطلت اشي لالله بجنن. طلت اشي كتير بجنن. او ماي جاد. هاي بتفتح هاي بتعض او هاي اللي فيها اللؤلؤ. انتو فاهمين؟ انتو فاهمين شو طلت من البحر؟ واو واو واو. انا اسف اخذتك من عيلتك. حس حالي حقيرة بس سوري لازم افوز. طيب يا جماعة شفت كمان اشي ده بدك اياه هلا. خلينا نشوف اذا بقدر اطولها بس. يلا وحدتها. حسيتها كثير حلوة صراحة. يعني فكرتها بس هاي. لو انا بس هاي احلى. وات لقيت اشياء؟ لا طب يلا ما في وقت. جماعة ايش هذا؟ شفتوه؟ اشي كثير غريب. بدي انزل اطوله بس خايف يطلع اشي هيك مخرف منزل وعايش. خليني احاول اجيبه. باي ذا واي انا رجعت الاشي اللي طولته محله بس عشان ما يقضي ماسكته. بس هيني عيني عليه لساته هي هنا. يلا يا بابا حسيت اشي بتحرك بس كثير حابة اطوله. سوري بدي اجرب كلها برا. جرب اكل قدها. كثير بخوف. خلص والله لا اطول والله. انا بس عندي سؤال كيف بدي ارجع اسبح فيهم هذول الاثنين؟ يا بابا ايش هاد؟ يا بابا ايش هاد؟ ايش هاد؟ شكل اشي بخوف يا اخوان. بس
حسيته مو عايش بس حسيته عايش مش عارفة. ياي عم بضرط يا خايف يبزق علي يبزق بحجر قد ما هو بتحركش. طيب قررت اخده برضه. هذا اشي قاعد بضرط بايدي بس رح ارجعه معي عشان بدي افوت بس ما رح اقدر اطول اشي تاني. هلا باخد لي اخر لفه بس تعبت ومش عم بلاقي اشي صراحة. لقيت اشي مضروري معي بكون كملت التلت يا طوله حسيتها حلوه ما بديش ايدين المشكله. جماعه انا راح ارجع فيهم خلاص راح اروح مش قادر الاقي ايش تهالي صراحه. تعال نرجعهم نشوف. طيب جماعة أنا مبدئيا طلعت من البحر لقيت الثلاث أشياء تبعوني. أحمد بلعت غاوز معي اسمع والله إنهم حلوين. إنهم غاوز أنت فايز الصراحة. شكرا. أنا راح أفرجيك الأشياء اللي طلتها ديتيلد. وسام بعده بالبحر هو وعمر باي ذا وير بس عشان تعرف واحد من الحكام عم بيساعد واحد من المتسابقين. هاي مغاوزة. أنا شو كنت؟ كنت لحالك وشهدتي واشتغلت على حالك. ميرسي ميرسي. اللي بدفع أكثر بفوز. هلا عم نستنى فيهم يطلعوا وبس يطلعوا الحكام يحكموا مين جاب احلى اشياء. تعالوا افرجيكم الاشياء اللي جبتها. الاشياء اللي جبتها انا هاي طبعا كثير بتشخط طلع فتحت لي ايدي. جبت هاي الاشي اوكي مش راح احملها. وهاي احلى اشي جبته بالحياه. طلع طلع ماتت ولا لسه؟ يا شفتوا سكرت. هاي بتجنن. انا عن جد بدي ارجعها معي بدي احطها في غرفتي جد بحكي من كل قلبي. وثالث اشي جبته هذا طبعا هو بتنفس هو بتنفس واحد. عايش بس انا جد مو عارفه شو اللي جبته. اشي كثير يعني بدي احكي كلمه احكي احمد البحر. بس اجتهدت وجبت اشي يعني ممكن كان يعضني طبعا. اوكي ولا لا شفتي كنت بتتعبي وشغلات ثقيله الصراحه الصراحه ومتت وانا بس رح في الدن ايدين بس برجلي. فيلا يا وسام شوف شو بده يطلع منك. ابو الويس طمنا شو لقيتيه بلوت؟ ايه لقيتيه بلوت لونه حلو كله حلو. لا جابت شغلات تتنفس. لا جهزتي خلص. انا جبت اشي صعب صعب الواحد يجيبه وانا جبت اشي كثير صعب الواحد يجيبه يعني كثير شغلات حيه ما تحكي ما تحكي. تعال يلا لا راجع ادور يلا ادور. طبعا انا ما راح انسى الغش اللي صار. مساعد عندك كان مساعد بالعكس كنت بصوره وهو بيجيب الاشياء. جاهزين شوفوا اغراضي يلا تعال تعال ليش اقرب عليه انا في المي بهرب منه. تعال يلا واحد اثنين. كيف مسكتيها معك جلوفز يعني؟ لا بس كانت كتير قاسية بالمي كتير يعني زي كأنها حجرة. بس هاي قاعدة بتموت حاليا احنا بنحكي معها. طيب احنا بناكلها بتتخوت؟ اه احنا بناكلها. اه حزنان عليها. شو؟ والله اغراضي انا قد ايه كيوت. طيب اسمع تعال نرجع نجيب اشياء. يلا حط اغراضك. كيوت. الوانها حلوة. في حكام مش انتي. ماشي. وهاي هاي بس تتنظف والله فيها ست ليرات. شو بدي احكي عن هاي لعاد الجوهره. طيب يا حكام هاي اغراضي. قبل مش غلط هذا ما دخلك. قبل ما نبلش تحكيم في شغله انا بدي اقارن تنتين وتنتين لانه كل واحد جاب لانه انت جبت ثلاثه هو جاب تنتين انت رح هذا مش عدل. انت هذا اسمع انت ولا شيء مفهوم. لا 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 بس انت هذا عم تحسبه. اه طبعا هذا ما بنحسب هذا لو بنحسب انت خسرانه انت هون بنغرقك للابد. بس طيب بدك نحسبه. انا شايفه في شويه هون ايش ايش احمد. المهم عندنا هاي الشغله اللي كانت حلوه بالمي بس لما طلعناها بطلت. عندنا هاي الصدف اللي بتجنن خلاص يا عمر خليها تتنفس. وعندي هاي الاشي برضو الوام احلى. وسام عنده الصدفة هاي افرجيكم اياها. هاي يا اخوان والله بس تتنظف شغل سبع ليرات. وعنده كمان هاي الاشي. طيب يا حكام قرروا احكوا واحكوا لنا مين الفائز. شايف وسام ان شاء الله تعرضوا يا زلمه شو هون جاي بالبحر معنا. انا خايف الاقيها صافي سفينه هون بالبحر. اوكي صاحبنا بس مش عارف نحكم انا هون ايه دينا على تمامنا انه اه اذا بدكم بالعدل آه. طبعا بس انا حاسس انه انا والله اسمع والله معي حق انا تعبت والله لو تشوف الفوتج وانا بشلحهم من الارض وهيك وبحمله على ظهري قاعده وبسبح حجد حتندم. انا كمان حطيتهم في جيبتي وضليت سامحني. خلينا نحكي كلمتين. يلا وسام عن جد تعب منيح اشتغل على حاله. اه بس شو اللي جاي فيها؟ جاي فيه صراحة انا بميل لرغدة اكثر. أوكي. صراحة قديش من قديش بتعطي رغدة من 10؟ 10 وهون 2.
عمر رأيك؟ أنا بصراحة عشان وسام ما يطلعش سكور واطي، أنا راح أعطي وسام 8 إنه يكمل 10 ناجح تمام، ورغدة راح أعطيها 5 15 10. اسمع ما بدي بدي عدل يا اسمع والله التعب اللي تعبته ما بيستاهل والله العظيم إنه دقيقة احكي الصراحة يا عمر، هاي كانت هتخزق طبل الداني يا الله، أنت لو تشوف شو عملت فيي هاي. اسمعي مش كل شيء على حلاوة المنظر، هلا هو الزلمة راح جاب فوتج، أنت لو تشوفي شو صور أشياء تحت. ما بهمني هاي ما كانت للحكم، الحكم مين بيجيب أحلى أشياء. أنا بهمني البرفورمانس والنتيجة، النتيجة عندك، بدك تعلمي الحكم شو يعمل. لا دقيقة جد تعلمني ايش اعمل، جد انا ما بدي احكم وسام فايز انا 10 خلص. اخر اشي بعد اخر مكالمة يلا ماشي، مين الفايز؟ الفايز رغدة. بهاي اللحظة بحب أشكر كل سمكات البحر والقروش، وأنا آسف إني أخذت أغراضكم. يلا باي. وبهيك بنكون خلصنا فلوج اليوم. أيوة كان معانا اليوم المتنافسين رغدة ووسام في جزر المالديف. أنا محطم. شو رأيك بأنك أنت خسرت؟ للأمانة أنا لو أنت جبتي هاي لحالها بعتبرك فايزة. هاي انسى. طب وهاي؟ هاي حرام. إلها عيشة كانت. وسام هلا رح نروح البوفيه رح تاكله، شو مالك؟ ماشي بس مش أنا اللي أخذتها. يلا شو مالكوا تحجبتوا؟ عاد حالي اعمل عمره. طيب يا جماعه هيك بكون خلص الفيديو تبعنا، انا كثير مبسوطه اني فزت، شكرا للجميع. شكرا. مش حكيت الاوترو انا هاي قبل شوي ولا لا ما كان ظابطني بدي اظبط لا حكم ولا سندس. تعال يا عمر تعال يلا. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تبعنا بالمل بس حكي مالديف احكوا معي. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تبعي بالمالديف. وان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تبعنا بالمالديف. ويلا اعملوا لنا لايك وسبسكرايب لقناتي للي مش عاملي لسه وما شاء الله. اوكي ما بدي باي يا جماعه باي. كيف انا بتعطيني 10؟ باي.